ومع احلى النغمات نمسي عليكم مشاهدينا بالخير في حلقه جديده من برنامج عسير. شو طالعين شيء مساكم الله بالخير ويا اهلا مرحبا فيكم مشاهدينا عبر شاشه التلفزيون الاي تي في في برنامجكم على السيف، وحلقه مميزه ولوك غريب بصراحه. انا قاعد اقول اللوك غريب صار لوك غريب لوك لوك غريب، شنو مسوي شخصية سوبر ماريو بالمسلسل وهذا طالعني مني تقعد طالع بعدين يعني شنو 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 الدور؟ مسلسل جديد اي مسلسل جديد هذا امانة مو زقرت والله حلو. تفضل شوف عندنا مخرجنا يقول امين شرطة شرطة امين شرطة ما نصر لا لا شوف خليني اقول شغلة الممثل الشاطر اللي يغير باللي يعني الكاركترات مالته، وانا صراحه عمر ما لا بس عبد الله يعني خليني اقول شيء، انت كل مره تينا بلوك يعني لا لحية يعني انا لليوم ما عرفت لوكك الصجي اللي انت مستقر عليه شنو؟ ديرتي اي في حالتي الطبيعيه الديرتي العادي بس الحين الشلب هذا معناته ان انا عندي شيء وقاعد اسوي له تيست يعني ما يصير اسوي تيست اي اوكي انزين شراج بالبرد البرد هذا اللوك الشتوي هذا مناسب حق البرد الصراحه لا امانه والله العظيم يا جماعه فاجأنا البرد هاليومين يعني هذا اللي يقولك البرد أمس يانا كذي برد اللي البرد استحتني مثل ما يقولون طلعنا جاكيتاتنا طلعنا شغلنا كله حتى الصبح أنا قلت الصبح شوي في شمس ما في ما تلحق بس طبعا يعني شيء حلو يعني إحنا الحين دشينا ترى باقي على نهاية السنة يعني أقل من 10 أيام ترى توينا البرد الصجي ترى أول سنة حصة معلوماتك في شهر 12 إحنا ما طلعنا جاكيت ما طلعنا شيء يعني تو البرد الصجي تو أمس يانا هذا هو يعني ان شاء الله يستمر بس ما ساعات يطلع لك مال الصدى وهو ايش يقول لك؟ يقول لك والله ان هذه موجه برد يمكن تي يومين وتروح نرجع مره ثانيه نص كم وكذا، ودنا يستمر البرد خلينا نستانس شوي ولا ايش رايك؟ والله انا الصراحه يعني انا يعني اتضايق من البرد الشديد، يعني انا دائما احب البرد المعتدل. يعني كم درجه حراره 20؟ لا يعني مو 20 يعني 15 17 يعني هذا الوقت بارد. بس امس ترى امس اقل من كذي كان امس بارد كان حيل بس انا في يعني خندش الحين بصلب الموضوع تكلموا يمكن الشباب عن موضوع المدارس اي قالوا ان يعني في مناوشات انه احتمال انه يكون الدوام كامل اي خلاص انا صراحه مع هالقرار يا ريت اي والله يعني وخروا عن سوالف الاونلاين ما اونلاين لان الحين اعتقد إن يعني الدراسه جزئين اي وبي يعني مو يدومون يوم وترك على اساس انه خلاص راح يصير الدوام كامل حلو وموضوع الاونلاين موضوع الاونلاين اتوقع خلاص يعني ينلغي من الدراسه اونلاين ينلغي الاونلاين ويصير دوام رسمي ترجع حياه طبيعيه الحياه طبيعيه والجرعه الثالثه انزل المتحور الجديد شنو وضعه والله ما ادري كان فالح قاعد يقول المتحور الجديد قالوا عنه والله ما ادري فالح يعني سمعنا انه هو منتشر سمعنا انه في كم حالات جديده تو يمكن 12 او 13 شخص يا ساتر انتشر بالنسبه للحل الحل كمان الحل التطعيم الثالث التطعيم الثالث اتوقع هذا الحل يعني وكمام وتباعد ورد على التباعد اي والله ما انا ان شاء الله ما ينتشر وان شاء الله ما نرد مثل قبل وحظر واهل اسوالف انا ودي والله يا حصه مشاهدينا ما ودي نرجع للمربع اللي بلشنا فيه جد يعني كانت يعني ايام كانت حلوه بس خلاص كان لها سابق وانتهى وكانت ايام حلوه كذا لكن ما ودي نرجع لهالموضوع نتمنى هم تديرون بالكم تطعيم الثالثة موجودة روحوا طعموا أموركم طيبة إن شاء الله الحكومة مو مقصرة مالت حكومة الكويت سواء يعني أنت راح تطعم التطعيم الثالث؟ راح أطعم الله حصة أنا قلت لك قبل شوي بطعم أنت خوافة ما يسالفة أنت طلعت على هالموضوع ولا إنه خلاص بتطعم مثل ما كل طعم حالي حال العالم حصة يعني أنت بتقول حالي حال العالم إي بعد بقول حالي حال العالم يعني ما يصير يعني لازم يكون في وعي ثنتين هني وهني يعني خلاص بعد واحدة ما تفرق يعني والله ما تفرق دير بالك ترى الثالثة ثابتة بازيلي لك يوم عطيك خانات فاضية خلص خلي على الله معودك كملي عطينا البرنامج طبعا عندنا حلقات ضيوف مميزين إن شاء الله حلقتنا اليوم راح تكون جدا مميزة خلنا نشوف استعراض فقرات ورد لكم مشاهدينا في حلقة الليلة من برنامج عسيف بتشوفون الفنان أحمد إيراج وحوار فني حول مشاركته الأخيرة في افتتاح بطولة كأس العرب اللي أقيمت في قطر الفنان عبد العزيز السبيعي وحوار حول الموسيقى والأغاني الكويتية وكعادتها اطلع علينا الزميلة حصة اللغاني كل أربعة في فقرة مع حصة وضيفتها الليلة بلسم الأيوب قصة قبل ما نطلع هواء أمانة شلون أصداء الفقرة مالتك كان أشوفها حلوة والله صراحة وايد حلوة وايد خفيفة والحلو فيها مثل ما قلت لك إن هي حوار من نوع خاص يعني حوار مختلف
في شويه يعني مثل ما يقولون جرأه، بس الجرأه اللي بدون تجريح. بس انت قاعد تستفزين الضيوف. انا لا حرم عليك يحبونك بس قاعد تستفزين. لا والله ما استفزت شوي. والله هذا الاعداد مو انا، ما لي شغل. فالح فالح اعطونا ضيوفنا.